وعينا على الميدان وسرعة الكوري تصنع الفرق. الكوري يعذب دفاع الغرافة خطيرة جدا والعدد الثاني يضيع. ولا أروع كرة بيونغ ولا كرة من اللاعب بيونغ سويو. هذا ليس من بيونغ يانغ، هذا من سيول. ولا بداية الشوط الثاني بدون تركيز للنادي القطري. هنا الدخول القوي لبيونغ، كرة رائعة والتسديدة ولا أروع. والكرة شكلها دخل التملاك، يجب تدخل بكل محيطها، شكلها دخل. الهدف الآن محقق من هذه الزاوية، واضحة الصورة، واضحة الصورة، الكرة دخلت بكل محيطها.